السلام عليكم ورحمة الله، كيف الأخبار؟ كيف الأمور؟ الليلة حيكون درس مهم جدا جدا جدا، لازم تركزوا فيه شديد، لأنه هشرح فيه كيف تكون عارف الرقبة كلها، كيف تكون عارف السلم الخماسي في الرقبة كلها. طريقة مبسطة جدا، قاعدة نظرية معلومة مجمعة بطريقة لذيذة خفيفة ظريفة للناس الحريفة، تمام؟ اللي هي الكيج سيستم، سي اي جي اي دي، كيج سيستم مسمي على اللي هي هتكون الخمسة حروف ورا بعض. نحن دايرين الحروف ودايرين الاشكال بتاعت الحروف، الشكل الشيب بتاع الحرف اللي هو الحوله، هنعمل السلم الخماسي بتاعنا في الموقع بتاعه. السلم الخماسي عنده شكل قطري اللي هو عامل كده، كنا اتكلمنا عنه في فيديو من الفيديوهات، وفي الاشكال العمودية اللي هي هتكون واقفة كده زي العمارات. خمسة مواقع لسلم الضوء، لانه الضوء اكتر سلم شامل كده وواضح، ممكن هنضرب فيه الامثلة كلها. فهنبدأ بالشكل الاول اللي هو الموقع الاول في السلالم الخماسية بالنسبة لسلم الضوء، اللي هو هنبدأ من هنا. طبعا كلكم عارفين طريقة الوصف بالنسبة للأوتار والأصابع وكده، فهنبدأ اللي هو الزيرو في الوتر اللي هو من أعلى وتر السادس، هنبدأ زيرو ثلاثة، الوتر اللي بعده زيرو ثلاثة، الوتر اللي بعده زيرو اثنين، الوتر اللي بعده زيرو اثنين، الوتر اللي بعده واحد اثنين، الوتر اللي بعده زيرو ثلاثة، اللي هيكون عامل كده. ده اللي هو مربوط بشكل الدو، اللي هو قلنا نحن كيت. الدو باللاتينية او الفرنسية بيبقى بالانجليزي شنو، سي، والكيت هو نظام الكيت لانه مربوط باشكال الحروف اللي هي في كلمة كيت. فبس نحن بدينا بالسي، وبعده هنمشي الاي كيت سي اي، وبعده هنمشي الجي اللي هتكون عاملة كده، وبعده هنمشي الشم، بعد الجي شنو في الكيت اي، هنمشي كده، بعده هنمشي ال دي اخر حرف في الهناية. ده الموقع الاخير هيكون في الهناية. هسه عرفنا الموقع الاول بالنسبة لل السلالم الخماسية اللي هو ناس كتار ان شاء الله هيكونوا عارفينه، اتوقع ذلك. الموقع الثاني ما كتير عارفينه، اللي هو الموقع ده بتاع في الشيب بتاع الاي. ليه الشيب بتاع الاي؟ لانه الاي عامله كده صح؟ لو الفريت بدايته هنا الاي هتكون عامله كده، فنحن عايزين الشكل بتاع ترتيبه الحروف في حرف الاي ولا الله، تمام؟ فهنشيل الشكل هنوديه هنا، نفترض انه الفريت بعد من هنا، فالاي هتكون عامله كده، تمام؟ ف هنستعين بالشكل ده بانه نبني السلم الخماسي بتاعنا في الموقع الثاني. الموقع الاول عرفناه، الموقع الثاني هيبدا من 3 5. الحاجه الثانيه الوتر اللي تحته 3 5، الحاجه الثانيه اللي هو الوتر اللي تحته 2 5، الوتر اللي تحته 2 5، الوتر اللي تحته 3 5، الوتر اللي تحته 3 5. فنحن كده كون ضربنا الحروف كلها الموجودة في الشكل بتاع ال A اللي هو زي ده، ضربنا كل الحروف الموجودة وضربنا عليها الحروف اللي بتعمل لنا الشكل بتاع السلم الخماسي في موقعه الثاني. الموقع الأول بدأ من هنا بالشكل ده، الموقع الثاني الشكل ال A C A اللي هو G هتكون من هنا، تمام؟ هسه عايزين نعرف الاشكال وعلاقه الاشكال ببعضها، لانه بعدين السلالم هتتغير وهتجينا افكار جديده، لكن عايزين نعرف بس الدو، لانه الدو هو السلم اللي بنعرف به معظم قواعدنا في الجيتار. فالكي دي اسمها شنو؟ تسمى باسم ثاني خريطه الجيتار. لو عرفت النظام ده انت عرفت السلالم الخماسيه كله، طب ما هو استلمت الوهمه، فهمتني؟ فاس دي الكي. الجي بالنسبه اللي هو الحرف الثالث في كلمه كيج سيستم، وهي الموقع الثالث للسلم الخماسي في السلم دو. وهنبداه من هنا، عرفنا الشكل
اللي هو هيكون عامل كده. لو كان افترضنا، ما هي فرضية في النهاية برضو، لو افترضنا ان هنا البار هيبدأ من هنا، هيكون الجي شكله عامل كده تمام، فهنبدأ السلم بالشكل ده اللي هو 5 8 5 7 5 7 5 7 5 8 5 8 تمام. الوتر السادس 5 8، الوتر اللي تحته 5 7، الوتر اللي تحته 5 7، الوتر اللي تحته 5 7، الوتر اللي تحته 5 8، الوتر الأخير 5 8 تمام. ده بالنسبة للشكل بتاع الجي تمام. عايزك تحفظ الشكل وتربط، دي أهم حاجة، تحفظ الشكل وتربط شكل السلم اللي عملناه في الموقع ده، ولسه حفظته وعرفته هسي. الموضوع ده هياخد منك 3 أيام لحد ما تحفظ الكيج كله، لكن حفظتها بالطريقة دي تاني لن تنساها تمام. عرفت الوهم هنا، عرفنا الجي بعد ذاك من الجي، هنا ده الروت نوت بتاعتنا، دي هي الدو تمام في الموقع ده. فمنها هنمسك شكل الاي تمام، ده الكلام ده وين في الفريت الثامن، هنمسك شكل الاي. لو افترضنا انه البار من هنا، فالاي هتكون عامله كده، لانه الاي هناك عامله كده سي اي جي اي، فاسوق فين في الاي في الفريت الثامن هتكون عامله كده. فالوصف هيكون عامل كيف بالنسبه لشكل السلم الخماسي في موقعه الرابع قبل الاخير، هيكون عامل كده من الفريت الكم. طيب ده العاشر، لا ده ما العاشر، ده الثامن التاسع 8 9 7 9 7 9 7 9، لا دي 10 تمام، دي 10، دي انا غلطت في النادي، دي ما 7 9 7 10، اللي هي 8 10 تمام. دي في الوتر السادس، الوتر اللي تحته 7 10، الوتر اللي تحته 7 10، الوتر اللي تحته 7 9، الوتر اللي تحته 8 10، الوتر اللي تحته 8 10 تمام. ده بالنسبة اللي هو هيكون عامل كده. تمام. ده بالنسبة للشكل بتاع اللي هو قلنا شكل الاي. وصلنا مبروك يا جماعة للموقع الأخير بالنسبة للكيج سيستم، لنظام الكيج والسلم الخماسي بالنسبة لسلم دو في مواقعه الخمسة في الفريت بورد. لما تصل 5 طبعا بتبدأ تتكرر تاني من الفريت الـ12. معلومة سايد نوت جانبية، ممكن الناس القدام في الجدار يكونوا عارفينها، لكن لسه نحن كمتوسطين وكده. اي نوت قبل الفريت الـ12 بتتكرر بعد الفريت الـ12 كأنها مراية، يعني اي حاجة حاصلة هنا من او ما كأنها مراية، كأنه لوب بتتكرر تاني. فأي حاجة مثلا يعني هنا يعتبر الفريت الشنو الاول تاني تمام. فأسي احنا المهم مش قلنا هنا النوت بتاعتنا اللي كنا واقفين فيها في الاي، بنمشي هنا، دي برضو نوت دو، بنمشي هنا بنعاين كده بنفض فرقتين تمام. دي العلاقة بين الاي والدي هتكون عاملة كده تمام. بتمشي هنا من الموقع الاول للدو للموقع الثاني، بتعمل بتفوت وتر، بتفوت فريت تمام. من الموقع العاشر من 8 في السادس في الوتر السادس ل10 في الوتر الرابع تمام. ده بالبصر عشان انت تختصر القصة. ومن هنا للوتر الثاني في الفريت الـ13 تمام. عينت كده لقيت الوتر الثاني في فريت الـ13، طوالي تمسك كورد الري تمام. كورد الري اللي هو ماسكينه هنا ليه الري؟ لانه هو الدي بالانجلش، والدي هو اخر حرف في كلمة كيج سيستم، والسيستم بتاعنا مبروك وصلنا لاخر موقع. فمن هنا هنعمل شنو؟ هنبدأ من الفريت العاشر 10 12
عاشر اتناشر عاشر الوتر اللي تحته عاشر اتناشر الوتر اللي تحته عاشر اتناشر الوتر اللي تحته تاسع اتناشر الوتر اللي تحته عاشر تلتاشر الوتر اللي تحته اللي هو الوتر الاخير عاشر اتناشر. مبروك يا جماعة، عرفنا الموقع الاخير هيكون عامل كده. واوريكم كيف اللوب هيبدأ. هنفترض انه ده بداية الهناية، وهنعمل شكل الدو في الحتة دي، ولكن الحتة ما بتشيل، او في الكلاسيك جيتار زي ما معناه، وفي وهنلقاها في مثلا زور شايل، نفترض انه واحد شايل جيتار الكتريك، فهيكون عامل كده الموضوع في شكل الدو، نفس الحاجة اللي هناك عملناها. فهنعمل كده. نحن يا جماعة عرفنا المواقع كلها. بعد ذاك الحتة دي عارفها كويس، وعارف علاقة الحروف ببعضها، كيف انا من دو اللي هو دو، تمام؟ دي الشبكة مع بعض، شبكة كيف دو في الحرف الاول هنا، انا ماسك هنا، بعد ذاك بمشي لا شكل لا، تمام؟ من هنا لقيت الثلاث حروف دي مع بعض، بعمل كده شكل الجي اللي هو شكل الجي، تمام؟ الحته اللي انا ماسك فيها حرف الجي فوق هنا هبدا حرف الاي، وقلت لكم زي ما قلت لكم همشي كده. الموقع الثالث اللي هو الدو في الفريت الاوكتف الثالث في الفريت ال 13 الوتر الثاني، هنمسك منه شكل الري. يلا الوهمه وين؟ لو انا وقعت في اي حته من الحتات دي عارف انتقل من هنا. لو قال لي طيب شكل مثلا الري، الري هتكون عامله كيف؟ هنفترض انه هيكون الروت نوت هيدينا هيجينا عامل كده، تمام؟ لو الري هنا همسك شكل الدو هنا، هفترض انه تخيلتوا معي، هجيب الوهمه كلها كده والاشكال دي كده، استفدنا من الفكره، تمام؟ الشكل بتاع الدو الكيت سيستم هيكون مستمر، يعني ما مربوطة بالحروف، مربوطة بالأشكال. الكيت نظام الكيت ده قالب ماشي معاك، تمام؟ اللي هيكون ده بالنسبة للري، تمام؟ مشينا من الري هنا، مسكنا الشكل ده اللي هيكون عامل كده، تمام؟ من هنا مشينا الجي شكل الجي، فبرضو هنا ده بالنسبة للري، ده السلم الخمازي بالنسبة للري. بديت بهنا بانه خطيت الروت نوت في البينك فينجر، ده الروت نوت ده الري هنا، تمام؟ فمشيت منه هنا كي سي اي شكل الاي، منه شكل جي كي سيستم جي، من الجي مشيت حرف الاي، من الحرف اللي بعد الجي، من الجي عرفت انه بعمل كده دون دون دون، وفي الدن دي بكون ماسك شكل حرف الري، وهو بيكون الشكل الاخير زي ما عرفناه قبل. مبروك كده يا جماعه، عرفنا السلم الخماسي في الفريت كله، الاشكال العموديه والشكل القطري شرحناه في النص. ممكن نستفيد منه في حاجات كثيرة، في السولو أكثر حاجة، الارتجال، العزف الارتجالي، الموضوع عايز زمن شوية. أطلب دروس زي دي، غير الأغاني. لو يعني لو بديتوا تتشوق، الناس بدوا يتشوقوا لأنه يخشوا في الموضوع أكثر، أطلبوا حاجات ونبدأ نوثقها وكده في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. واللي عايزين يشتركوا في الكورس الأونلاين والكورس الأوفلاين، الكورس بدأ والجناية الكراسي قربت، الجدول قرب يعني يقفل، فالناس دارين يلحقوا الدفعة الأولى للتسجيل، اتصلوا عليه، تواصلوا معي في الرقم 09-641-30-627 الساعة 7 بتبدأ معاك الحصة الأولى طوالي يا صاحبي. فجماعة كلموا الناس،
اصحابكم البادين في الجيتار يا دوب والناس اللي عايزين يعرفوا اكتر عن الجيتار وكده يشتركوا في القناة. شيراتك حركاتك بركاتك. Peace.